مرحبا بكم في موقع كلية الدراسات الإسلامية. أنشئت مكتبة كلية الدراسات الإسلامية عام 2007 لتخدم البرامج الدراسية المرتبطة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة حمد بن خليفة. يمكنك الوصول للموقع عن طريق العنوان الإلكتروني library.qfis.edu.qa أو من خلال البحث في جوجل QFIS Library. يظهر الموقع باللغة الإنجليزية التي يمكن تغييرها بالضغط على كلمة عربي. يتكون الموقع من مجموعة أقسام وروابط. أولاً، مكتبة الدراسات الإسلامية، حيث نجد مجموعة من الروابط عن المكتبة، ويشمل رسالة مكتبة كلية الدراسات الإسلامية، سياسة الاستعارة التي توضح المدة المسموحة للإعارة للطلاب والموظفين، نظام المكتبة، حيث تستخدم مكتبة كلية الدراسات الإسلامية نظاما إلكترونيا للبحث في الفهرس وهو نظام الميلينيوم. وللعلم فإن تنظيم وضع الكتب على الرفوف في المكتبة تم طبقا لنظام مكتبة الكونغرس الأمريكي. مقتنيات المكتبة، حيث توجد المجموعة المكتبية المتمثلة في الكتب والمجلات وقواعد البيانات المتاحة بالمكتبة. المكتبات الأكاديمية في قطر، والتي تشمل روابط لمواقع كل من جامعة قطر ومكتبة قطر الوطنية ومكتبات المدينة التعليمية. مكتبة الفيديو، والتي تحتوي على فيديو عن المكتبة ومراحل تطورها. ثانياً، خيارات البحث، التي يمكن من خلالها البحث بطرق مختلفة في موقع المكتبة. ثالثاً، مكتبتي، الحساب الشخصي، حيث تستطيع فتح حسابك الشخصي إن كان لديك، أو يمكنك طلبه عن طريق العاملين في مكتبة كلية الدراسات الإسلامية أو عن طريق إدارة نظم المعلومات. اقتراح الكتاب، حيث تستطيع طلب شراء مصدر المعلومات التي ترغب فيه. تعليقات، حيث تستطيع أن تضع التعليقات الخاصة بك. الروابط الأفقية، المصادر الإلكترونية، وهي قواعد البيانات والكتب والدوريات الإلكترونية الموجودة في مكتبة كلية الدراسات الإسلامية. التسجيل، حيث يمكنك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للاستفادة من خدمات الموقع. المساعدة، حيث تجد معلومات عن كيفية البحث في الموقع وكيفية حجز الكتب وغيرها من الخدمات الموجودة في الموقع. English، حيث تستطيع أن تتصفح الموقع باللغة الإنجليزية. الرئيسية، لتذهب إلى الصفحة الرئيسية للموقع. QFIS، الموقع الرئيسي لكلية الدراسات الإسلامية. البحث في موقع مكتبة كلية الدراسات الإسلامية. للبحث في موقع المكتبة، يمكنك الضغط على أحد خيارات البحث الموجودة على يمين الشاشة، أو من قسم خيارات البحث، بحث أو بحث متقدم. أولاً، البحث البسيط. لنبحث مثلاً عن كلمة الإسلام، فتظهر لنا جميع النتائج المحتوية على كلمة الإسلام. ولنبحث باللغة الإنجليزية عن كلمة إسلام. ثانياً، البحث المتقدم. لنبحث عن كلمتي الإسلام والسياسة. أو في المحتوى الإنجليزي عن كلمتي إسلام and politics. أو نبحث عن الفقه أو الشريعة، فتظهر لنا المصادر ومعلومات عنها. وأخيرا، يسعد فريق المكتبة بتواصلكم وزيارتكم، فالمكتبة مفتوحة ومتاحة لتخدم جميع المهتمين والباحثين في دولة قطر.